الميكروفون هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا خدنا الجزء الاول من السمول انتستين اللي هو الديوجينم، باقي الجيوجينم والإليم. السمول انتستين وجزء كبير من اللارج انتستين بيتغذى بارتري اسمه سيبيريور ميزنتريك ارتري، اللي هو ده سيبيريور ميزنتريك ارتري. ده بيغذي اللور هاف اوف ذا ديوجينم، النص اللي تحت من الديوجينم، وكل الجيوجينم والإليم، وبيغذي السيكم والابندكس، وبيغذي الاسندنج كولون والرايت كوليك فليكشر، ويغذي الرايت تو ثيرد اوف ترانسفيرس كول. ده السيبيريور ميزنتريك ارتري اللي هو برانش من الفرنت اوف ذا ابدومينال اول. الارتري الثاني اسمه انفيريور ميزنتريك ارتري اللي هو ده. ده بيغذي الجزء الباقي من اللارج انتستين، يعني بيغذي الليفت ثيرد اوف ترانسفيرس كولون والسبلينك فليكشر والديسندنج كولون والسيجمويد والريكتم والابر هاف اوف ذا انال كانال. ده بيتغذى بانفيريور ميزنتريك ارتري. عايزين نعرف بقى ده السيبير ميزنتريك ارتري، الصوره الثانيه اهيت وماشي في بريتونيال فولد اسمه ميزنتري اللي شايل كل 6 متر بتوع السمول انتستين الجيوجينم والإل. احنا عايزين نعرف الفرق بين الجيوجينم والإل. ادي الجيوجينم مفتوح اهوت، وده الإليم مفتوح، وعايزين نعقد مقارنه بين الجيوجينم والإليم. اول حاجه الجيوجينم ريبريزنت ذا ابر تو فيفث اوف سمول انتستين، يعني الخمسين اللي فوق من السمول انتستين جيوجينم، اللي هو طبعا بالعربي اسمه ايه بالعربي؟ الصائم. الصائم اللي هو الجيوجينم، والإليم اللافائفي. فالابر تو فيفس من السمول انتستين ريبريزنتد باي جيوجينم، اللور ثري فيفس ثلاث اخماس الاخارة من السمول ده الإليم. ده اول فرق. الفرق الثاني ان الجيوجينم اوكيوباي ذا امبلايكال ريجون، المنطقه اللي حوالين الامبلايكس، لو انت فتحتها او واحد اشتكى من كوليك مغص في منطقه الامبلايكس يبقى ده غالبا بتبقى ايه؟ جيوجينم. الإليم اللي تلاقيه في الاريا اللي اباف سيمفيسيس بيوبس وسسبندد في البلفيك كافيتي، معلق في البلفيك كافيتي. يعني لو لقيت لوب من الانتستين في البلفيك كافيتي ذيس از ذا إليم. ذيس از ايه؟ ده إليم. يبقى ده الفرق الثاني. الفرق الثالث لو مسكت الوول بتاع الجيوجينم هتلاقي ثيك تخين، لكن الإليم ثن رقيق. الفرق الرابع لو بصيت على الميوكوزا بقى، عشان دي اللي بتظهر لو انت حاقن صبغه في السمول انتستين، بتظهر الميوكوزا عامله فولدز، سيركولار فولدز، بنسميها ميوكوزا الفولد. بنسميها ايه؟ ميوكوزا الفولد، حتى بتظهر في الداي اكس راي. لكن في الإليم بتبقى فيو اور ابسنت، بتلاقي الميوكوزا سموث او فيها فيو ميوكوزا الفولد. خلاص كده؟ يعني بص هنا في ميوكوزا الفولد كتير اهيت، لكن في الإليم بتبقى خفيفه، وكل ما تقرب من السيكم في النهايه بتختفي تماما. الفرق اللي بعد كده بلاقي في تحت الميوكوزا في لينف نود او لينفويد فوليكلز متجمعه وبارزه، بنسميها بايرز باتش. اسم الراجل اللي وصفها اسمه باير، فدي اسمها بايرز باتش، وده موجوده في الانتي ميزنتريك بوردر. يعني ده الميزنتري اللي هو البريتونيال فولد اللي شايل سمول انتستين، ده سميه ميزنتريك بوردر. البوردر المقابل بسميه انتي ميزنتريك بوردر. فالميوكوزا الفولد دي موجوده في الانتي ميزنتريك بوردر بتاع الإليم. لو انت بصيت على الجيوجينم ما تلاقيش الايه؟ الليمفويد فوليكلز دي. تمام؟ ادي ده جزء اهوت، ده متلون اهوت، ده الجيوجينم والإليم، وهنا التكبير واضح اهوت، الميوكوزا الفولد هنا، وهنا فيو اور ابسنت. ده الميزنتري بقى اللي هو شايل الايه؟ شايل ال 6 متر اللي هو السمول انتست. ده عباره عن بريتونيال فولد، تو لايرز من البريتون، واتاتشد للبوستيرور ابدومينال وول، وله
روت جدر اللي هو اتاتش البسور ابدومينال وول، وفري بوردر. الفري بوردر بقى عامل زجزاج كده رايح وراجع كده، لما تقيس من اوله لاخره تلاقيه 6 متر بنفس طول الايه، بنفس طول السمول انتست. يعني شوف البوردر ده، ده الفري بوردر عامل زجزاج اهو، عامل زجزاج، والسمول انتستين ماشي على البوردر ده. وده الروت بقى الجدر بتاعه اللي بيمر على ستراكشر على البوستيريور ابدومينال وول. ده لو انا قصيت الروت الجدر هتلاقيه ماشي على الثيرد بارت بتاع الديودينم اهو، ويمر على الابدومينال اورتا والانفير فينا كافا والرايت سوس والرايت يوريتر لغايه ما ينتهي في الرايت الياك فوس. ده اسمه روت اوف ميزنتري. لو انت خدت مقطع ساجيتال زي ما انت شايفه كده، بص هنا الاول دي الاستومك مظبوط، ونازل منها بريتونيال فولد اهوت اسمه جريتر اومنتم اللي هو فط البطن، جريتر اومنتم، وده الترانسفيرس كولون وده الميزو كولون بتاعه. ده السمول انتستين. ايه بقى؟ شوف بقى ده الميزنتريوم. طبعا عشان عامل زجزاج فلما تاخد سيكشن فيه هتلاقي كانه متفرع، كانه ايه متفرع، فيبقى دي اللوبس بتاع السمول انتستين اهي كل دي، وده الميزنتريوم، ده الميزنتري اهو، سمول باول ميزنتري او ميزنتري اهو. ده منظر تاني اهو، ده الميزنتري اهوت، ودي اللوبس بتاع السمول انتستين. ادي الصوره اللي هي ديت الكورونال سيكشن اهوت في السي تي. بص ده السيبيرو ميزنتريك ارتري اهو، نفس الصوره اللي انت شفتها مرسومه بالظبط. وده السيبيرو ميزنتريك فين، الفين على الرايت سايد بتاع الارتري، يبقى ده سيبيريور ميزنتريك ارتري اهو، وده السيبيرو ميزنتريك فين. وبص هنا سيبيرو ميزنتريك ارتري طالع منه برانشز ارتري زايد تغذي الجوجينم والاليم. شوف بقى انا عايزك تركز في الفرق بين الجوجينم والاليم في الصوره، ايه الفرق؟ ميوكوزا. شوف الميوكوزا الفولد هنا ظهر ازاي؟ كانها سريتد يعني مشنشره. دي كاركتر اوف ذا جوجينم. لو بصيت على الاليم مفيش او تكاد تكون ابسنت خالص. This is the lobe of the ilium. وانا قلت لك هي اللي more near to the pelvic cavity. More near to the ايه؟ the pelvic cavity. طبعا بقيه الاجزاء بقى اللارج انتستين هنتكلم عليها دلوقتي. لكن احنا جايبين الصوره دي عشان تشوف سيبيرو ميزنتريك ارتري، سيبيرو ميزنتريك فين على الرايت سايد، وفي ده جوجينال برانش للجوجينم واليال برانش للاليوم. وذيس از ذا لوب اوف ذا اليوم وذيس از ذا لوب اوف ذا جوجينم. طبعا بقيه الحاجات اللي احنا خدناها ده سبلين والاستومك والليفت لوب اوف ذا ليفر والرايت لوب وذيس از ذا بورتال فين. بورتال فين ها دي طبعا محقون فيه صبغه اهوت، ده السيبيرو ميزنتريك ارتري، ويبقى دول الجوجينم والاليوم وذيس از ذا جوجينال برانش اهو. ولما نوصل للاليوم نقول دول ايه؟ إيليال برانش. أنا جايب الصورة دي عشان تشوف السيبيرو ميزنتريك أرتري في الأكزيال سيكشن. في الأكزيال سيكشن. أدا السيبيرو ميزنتريك أرتري وده الفين بتاعه على الرايت سايد. طبعًا بقية الحاجات ده بنكرياس أبدومينال أورطة، ليفت كيدني رايت كيدني، ودي ذيس إز ذا ليفت رينال فين اللي ينتهي في الأي في سي. واضح كده؟ دي انا جايبها بس عشان تشوف الايه الانتستينال اوبستراكشن والفلويد ليفل. فلويد ليفل في الايه؟ في السمول انتست. نيجي بقى على اللارج انتست. دي حته من اللارج انتستين طبعا مرسوم. ايه الفرق بين اللارج انتستين والسمول انتستين؟ لو انت قصيت حته من السمول وحته من اللارج، هل في فرق؟ في فرق، في ثلاث فروق واضحين في الصوره دي. الفرق الاولاني ان اللارج انتستين لما بنيجي نرسمها حتى بنرسمها حته منفوخه وحته مخنوقه مظبوط، فبنسمي الحته المنفوخه دي ساكيوليشن، عامل ساكيول يعني نفافيخ كده مرصوصه ورا بعضها، وبين نفخه ونفخه البالونه في حته كونستريكتد فبنسميها ساكيوليشن. السمول انتستين فيها الحكايه دي؟ لا، ده تلاقي الوول من بره سموث مفيش الساكيوليشن دي، يبقى دي نمره واحده. الفرق الثاني هتلاقي على سطح اللارج انتستين زوائد دهنيه اللي انت شايفها دي،
بنسميها ابنديسيز ايبيبلويس، زوائد ايه؟ دهنيه. دي موجوده على اللارج انتستين ومش موجوده على السمول مطلقا، يبقى بنسميها ابنديسيز ايبيبلويس. الحاجه الثالثه اللونجيتودينال سموث ماسل، الجدار في السمول انتستين لونجيتودينال وسيركولار، واللونجيتودينال ديستريبيوتد على السيركمفرنس محيط السمول انتستين بالتساوي، لكن في اللارج انتستين الاقيهم كوندنسد وعامله حزم، وعامله ايه؟ حزمه زي ما انت شايفها، حزمه ايه اللي هي ديت، بنسميها تينيا كولاي، بنسميها ايه؟ تينيا كولاي. دي كاركتر اوف لارج انتستين وابسنت ان ذا سمول انتستين. دول اهم ثلاثه كاركتر يفرق بين اللارج انتستين والايه؟ والسمول انتستين، وهتشوفهم في الاكس راي، هتشوفهم في السي تي وخلافه. ده اجزاء اللارج انتستين، يعني يعيب لما بنسال في الشفوي قول اجزاء اللارج انتستين وما تعرفش تقول، ولما اقول لك بقى تقولهم واقول لك بالترتيب يبقى لازم تقولهم بالترتيب. فاول حاجه السيكم اهو والابندكس، دول الاثنين مع بعض، سيكم وابندكس، وبعدين السندنج كولون، قولون الصاعد، ورايت كوليك فليكشر او هيباتيك فليكشر، الثانيه الكبديه الايه للقولون، وترانزفيرس كولون، ترانزفيرس كولون تمام، والليفت كوليك فليكشر او سبلينك فليكشر، وبعدين ديسيندنج كولون، سيجمويد كولون، وبعدين الريكتم والانال كانال. بص هنا بقى في اللارج انتستين الكاركتر اللي انا قلتها موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده الساكيوليشن اهيت اهي مرصوصه، وبينهم كونستريكشن، والتينيا كولاي اهي حزمه هي طوليه، طبعا هم عددهم ثلاثه، ثلاثه تينيا يعني مش واحده بس، مش حزمه واحده، هم ثلاثه. والحاجه الثالثه في زوائد دهنيه على سطح الايه؟ اللارج انتستس اللي احنا سميناها ابنديسيز ايبيبلويس. نعم تمام الوايد، بس يعني افرض لو واحد عنده انتفاخ والسمول انتستين بقت قد كده تعرف تفرق؟ يبقى الديامتر مش دليل، يعني هو كاركتر نعم لكن ممكن يختفي. بواحد عنده انتفاخ هتلاقي السمول انتستين الديامتر بتاعها زي اللارج انتستين. لو خدنا اول جزء اللي هو السيكم والابن، هناخد بقى كل جزء من اللي احنا قلناه دول كلمتين بساط كده. فين السيكم هنا؟ ادي السيكم اهو. طب ازاي ايه الحد الفاصل بين السيكم والاسندنج كولون؟ ايه اللي يقول لك ده سيكم وده اسندنج كولون؟ الاليوسيكال فالف، دي الاليوسيكال فالف لنهايه الاليوم اللي فاتحه في السيكم، ما تحت below the level of iliocecal valve this is the cecum، واضاف الاليوسيكال فالف يبقى ده ascending cone. طيب السيكم انت شايفه نايم فين؟ نايم في الرايت ايلياك فوس، طبعا مش موجود في الليفت، موجود في الرايت ايلياك فوس، ومتصل به عند البوسترو ميديال وول، ده الميديال وول، بس انت لو بصيت هتلاقي لفه للخلف شويه، فعند البوسترو ميديال وول بتاع السيكم فاتح فيه مين؟ الابندكس اهي، يبقى الابندكس بتفتح في البوسترو ميديال وول اوف ذا سيكم تحت الاليوسيكال فالف بمقدار 1 انش، يعني المسافه هنا من الاليوسيكال فالف لو انت قستها على البطن، لو حددت نقطه على الاليوسيكال فالف، وخلي بالك الاليوسيكال فالف عند لمبر 4. طب واحد هيقول لي طب انا اعرف لمبر 4 ازاي؟ حد يعرف لمبر 4 على من بره؟ الاليك كريست، الهايست بوينت بتاع الاليك كريست عندها الايه؟ الفورس لمبر فيرتبرا. فانت لو خدت بلين عند الفورس لمبر فيرتبرا الاليوسيكال فالف بتقع عليه. لو قست نص واحد انش تحت الاليوسيكال فالف هتلاقي فتحه الابندكس في السيكم تمام. لو انت خدت سيكشن بقى اكزيال سيكشن عند السيكم، ايه اللي هيبقى مغطي السيكم؟ بقى الانتيرو ابدومينال وول والجريتر اومنتم اللي هو فوط البطن، وممكن تلاقي لوب من الايه السمول انتستين
على وجه التحديد الإليم بتبقى مغطية على السيكم. طب انت لو بصيت على السيكم الخلف اهو، ادي السيكم اهو، لو بصيت ايه اللي ورا السيكم هلاقي العضلتين اللي انتوا حافظينهم اللي هي السوس ميجور والإلياكس. سوس ميجور وايه؟ وإلياكس. وهتلاقي الابندكس متنية خلف السيكم وبنسميها ريترو سيكال ابندكس. وكمان الاكسترنال إلياك فيزل اهو، اكسترنال ايه؟ إلياك فيزل. كل دولت خلف السيكم، خلف السيكم. ده السوس ميجور والإلياكس والاكسترنال إلياك فيزل، كل دول بيهايند ذا سيكم. خلاص كده اللي احنا عايزينه ده، الكلمتين اللي انا قلتهم دول على السيكم. نيجي على الابندكس. اهم حاجه في الابندكس الديفرنت بوزيشن بتاعه. عشان انت لما واحد مثلا عنده ابنديكولار ماس وعايز تعمل له سي تي وعايز تشوف البوزيشن بتاع الابندكس فين، الابندكس ملهاش مكان محدد، لها خمس اماكن اللي مرسومين في الصوره دي. طبعا ديت في ديفرنت بيبل، يعني مش في شخص واحد، يعني كل واحد مننا الابندكس بتاعته في مكان ثابت من الخمس اماكن اللي انا اقولهم دول. اول مكان واكتر نسبه 65% بلاقي الابندكس ورا السيكم، مستخبيه ورا السيكم. بس تلاقي الدكتور الجراح لما يكون لسه جديد ومش عارف بيفتح يدور يقول لك ما نش لاقيه، هي مستخبيه ورا مين؟ ورا السكدين. في 65% من البيبول، يعني تلتين الناس على مستوى العالم بنلاقيها خلف السيكم. وبيسمي الابندكس في الحاله دي ريترو سيكال ابندكس. ريترو يعني خلف، ريترو سيكال ابندكس اللي هي دي. النسبه الثانيه اللي تليها على طول 30%، ولا اهم مدلدله بقى في البلفيك كافيتي، ودي اللي احنا دايما ما نرسم الابندكس بنرسمها مدلدله في البلفيك كافيتي. دي نسبتها 30% يعني ثلث البيب. تمام. السلام عليكم. انا دكتور. عليكم السلام. طب ربع ساعه كده بس، انا في محاضره في المستشفى هنا وربع ساعه في الكليه دي. يعني لو عايز تستناني ربع ساعه مش مشكله. انتوا خلصتوا رصد؟ عملتوا ظرف يعني؟ طيب ماشي، ربع ساعه واجي لك ان شاء الله. ماشي ماشي يا دكتور. يبقى البوزيشن الثاني، البوزيشن الثاني بنسميها بيلفيك ابندكس. بيلفيك ابندكس، ودي طبعا اسهل بوزيشن، تفتح تلاقي الابندكس قدامك على طول. ده 30% من البيبول وسماه ايه؟ بيلفيك ابندكس. البوزيشن الثالث دي بتبقى تحت السيكم اللي انا قلتها في الاول خلف السيكم، فسمي ده ايه؟ صب سيكال ابندكس، اللي هي 2% دي صب سيكال ابندكس. ممكن الاقي الابندكس نايمه قدام التيرمينال اليوم وسماها بري اليال ابندكس. بري اليال يعني ان فرونت اوف ذا اليوم. وممكن بنسبه 1% الاقيها خلف الاليوم وسماها بوست اليال ابندكس. يبقى لو انا جبت لك سؤال وقلت لك ذا موست كومن ابندكس از، واحط لك الخمسه دول، يبقى انت تختار مين؟ الريتروسيكال ابندكس اللي هي 65%. ممكن اقلب السؤال واقول لك ذا موست ريرست بوزيشن اوف ذا ابندكس از، يبقى البوست اليال ابندكس. بوست ايه؟ اليال ابندكس. هنا السي تي اهو، ده السيكم اهو، شوف الابندكس اهي. دي من نوع مين بقى؟ بلفيك ابندكس، لانها داخله على البلفيك كافيتي. تمام. نيجي بقى على الكولون واجزائه. الكولون الاسندنج كولون هنقولهم بالمقارنه مع الديسندنج كولون، ونقارن الرايت كوليك فليكشر بالليفت كوليك فليكشر عشان الريليشن والايه الاكزيال سيكشن. هذا الاسندنج كولون والديسندنج كولون. الاسندنج كولون
هتلاقي نايم زي ما انت شايفه في الصوره على الكوادريتاس لامبورم ماسل، واحنا خدناه في الاول خالص، وترانسفيرسس ابدومينس ماسل، والاليا كريست، ده الاليا كريست، وبتوصل الاسندين كولون يوصل للانفيريور سيرفيس بتاع الرايت لوب اوف ذا ليفر اللي هو هيعمل الرايت كوليك فليكشن. الديسندنج كولون نايم برضو على نفس الحاجات اللي على الرايت سايد بس على الليفت سايد، بس في فرق. ايه الفرق؟ ان الديسندنج كولون ريليتد للاستراكشر على البسور ابدومينال وول والالياك فوس، لكن هنا البسور ابدومينال وول بس، لكن لان السيكم نايم في الرايت الياك فوس، ده برضو ريليتد. يعني الديسندنج كولون ريليتد للسوس والكوادريتاس ترانسفيرسس ابدومينس والالياك كريست والليفت الياك الياكاس ماسل، كل دول ريليتد لمين؟ للديسندنج كولون. الاسندنج كولون طوله 15 سم والديسندنج 30 سم، الضعف. وفي نفس الكاركتر بتاع الايه؟ بتاع الاسندنج كولون. ها لو انت خدت اكزيال سيكشن دي مرسومه اهيت، فين الاسندنج كولون ده؟ تمام. دايما تدور على الاسندنج والديسندنج على البوستيريور ابدومينال وول ورا، لانه فيكسد ثابت على البوستيريور ابدومينال وول، فيبقى دوت الاسندنج كولون وده الديسندنج كولون. الباقي كل ده لوب منين؟ من السمول انتست، وده الميزنتري بتاعهم اهو، وده الابدومينال اورتا، وده الانفيرو فينا كام. مين ماسل دي؟ السوس. ومين دي؟ كوادريتاس، كوادريتاس لامبورم. الإلياكس تحت، ولازم تبقى ظاهر الإلياك فصة فيها، البون إلياك بون اتسلف. ومن ده اللي فوق ده ترانزفيرس كول، ترانزفيرس كول. ها نفس الصورة اللي فاتت. ها بص بقى، ده الكاركتر بتاع اللارج انتستيناي، ساكوليتد ولا لا؟ باين ظاهر قوي اهيت. دي لا يمكن تقول عليها سمول انتست، دي السمول انتست اللي هي نمرة ثلاثة دي، دي سمول انتستين دي. يبقى ده الاسندنج كولون، وده الرايت كوليك فليكشر، وده الترانزفيرس كولون. تمام. ونمره سته دي مين؟ ديسندنج كولون، ديسندنج كولون. تمام. ونمره واحد دي ايه؟ الليفر. ونمره اثنين الكدني، و11 و12 11 الاورطة والاي في سي. تمام. ونمره اربعه سمول انتست، واثنين وثمانية سوس ميجر، وعشرة كوادريتاس لامبورم، كوادريتاس لامبورم. ونمرة المصل دي مين؟ كبيرة دي ساكروس باينات، دي مصل في الباك، في الباك. أما النمرة تسعة ايه؟ ريكتاس ابدومين. تمام. ها ادي اللارج انتستيناي كولون اهوت، ده الترانسفيرس كولون، وده الاسندنج، وده الديسندنج، وديت السمول انتستين، سمول انتستين. ها تكرار، ده الاسندنج وده الديسندنج وده السمول انتستين باينه. ها ده مين؟ سيبيرور ميزنت. وده وده ارتر ولا فين؟ تمام. يبقى الانتيريور هو الفين، وخلي بالك كروس ان فرانت اوف ذا ابدومينال اورد عشان يفتح فيه الاي في سي اللي هي نمره خمسه. وبالتالي شوف بقى الليفت رينال محشور بين مين ومين؟ بين السيبيرو ميزنتريك ارتري والابدومينال اورد، عامل زي ساندوتش كده. هذا الجزء اللي بتغذى بقى ده الانفيريور ميزنتريك ارتري، ودي الجزء اللي بتغذى بالانفيريور اللي هي الترانزفيرس ليفت سيرد والترانزفيرس كولون والسبلينك فليكشر والديسندنج والسيجمويد والريكتم والانال كانال، دول سبلايد باي سبير باي انفيريور ميزنتريك ارتري. ها عايزين برضو نشوف بقى مقارنه بين الرايت والليفت كوليك فليكشر. قبل ما نقولها ادي صوره ثانيه تكرار، احنا شفنا الصوره دي قبل كده. ها ده خمسة ايه؟
السن وسبعة وستة اللوبس اوف ذا سمول انتست وثلاثة ماشي واربعة تمام. خلاص احنا خدنا الدويدنم بقى الصورة دي خدناها قبل كده. اه وخدنا برضو انا جايب دي بس عشان تشوف السمول انتستين في الساجيتال سيكشن. وده الترانسفيرس كول والليفت كيدني والسبلين والاستومك تمام والليفر والهارت. طيب هات الملف التاني. خلاص كده يبقى الجي اي تي تم. ندخل بقى على السوبرا رينال والكيدني واليوريتر وبعد كده الابدومينال اورتا والبيج فينز اللي هي الانفير فينا كافا والبورتال فين وبعد كده هناخد سكاشن من تي 10 لغايه لمبر 5 اكزيال سيكشن هناخدها دي اخر حاجه. ادي السوبرا رينال جلاند اهيت. السوبرا رينال جلاند مكانها فين؟ It rests on the upper bowl of the kidney. Rest على upper bowl of the kidney. هل في فرق بين الرايت والليفت؟ اه في الشيب اه. الرايت it is pyramidal in shape والليفت سيميليونر in shape. سيميليونر يعني هلالية. سيميليونر in shape. ها عايزين بقى نعرف الحاجات اللي قدام السوبرا رينال جلاند عشان لما تشوفهم في الاكزيال سيكشن تبقى متوقع ايه اللي مغطي السوبرا رينال جلاند. الرايت سوبرا رينال جلاند شوف داخل جزء منها داخل خلف الاي في سي يبقى الاي في سي مغطي على جزء من السوبرا رينال جلاند الرايت سوبرا رينال والحته دي متغطيه بالرايت لوب اوف ذا ليفر. يبقى انت تبقى متخيل ان الاي في سي والرايت لوب اوف ذا ليفر كفر ذا رايت سوبرا رينال جلاند. خلاص دي. طب ناخد الليفت. الليفت سوبرا رينال جلاند مين مغطيها؟ البودي والبنكرياس وسبلينيك ارتر والحته اللي فوق دي متغطيه بالاستومك اللي مش مرسوم متغطيه بالايه؟ بالاستومك. يبقى مين مغطي الليفت سوبرا رينال؟ يبقى ثلاث حاجات استومك سبلينيك ارتري بودي والبنكرياس تمام. ها بص دي صوره دي الرايت سوبرا رينال جلاند ادي السوبرا رينال جلاند اهي وشوف المباعد اهوت زايح الاي في سي اهو عشان مغطيها والراجل برضو بريتراكتور مباعد اهوت رافع الليفر عشان مغطي السوبرا رينال جلاند. ده انا بجبهالك عشان تثبت في ذهنك لما تشوف الصوره تبقى اوقع من القرايه. القرايه هتقرا وتنسى لكن لما تشوف الصوره تنطبع في ذهنك وما تنساش خالص. ده الرايت سوبرا رينال جلاند. الليفت سوبرا رينال جلاند اهي شوف احنا رافعين البودي والبنكرياس اهو مغطي الحته دي مظبوط ومعاه السبلينيك ارتري اهو وسبلينيك فين اهو والاستومك زي حين اهي برضه في الحته دي يبقى دول هم اللي مغطيين الليفت سوبرا رينال جلاند. طيب السوبرا رينال جلاند نايمه على مين؟ نايمه على الكراس اوف دايفرام. نايمه على الرايت كراس ادي الرايت كراس ودي الليفت كراس اوف دايفرام. ها ده مقطع عشان هيحكي الايه السي تي اكزيال سيكشن اوف سي تي. فين السوبرا رينال في الصوره؟ ها هات الكدني الاول ادي الرايت كدني اهي ادي السوبرا رينال اهي. شوف بقى متغطيه بمين؟ مش ده الاي في سي؟ ايه؟ والرايت لوب اوف ديليفر او مغطيين على الرايت سوبرا رينال جلاند. يبقى انت ده اللي هتشوفه في الايه؟ في الاكزيال سي تي. وهنا الليفت سوبرا رينال جلاند اهي. ها مين مغطيها؟ الاستومك والبودو والبنكرياس اهو. ولو دققت النظر هتشوف سبلينيك ارتري اهو اللي رايح للسبلين. ادي الصوره اللي احنا عايزينها اهي. ادي الرايت كيدني ودي الرايت سوبرا رينال جلاند. شوف مغطيها الاي في سي اهو مغطيها والرايت لوب اوف ذا ليفر والليفت سوبرا رينال
اللي بغطيها الاستومك اهيت والى البودو بنكرياسة. مظبوط؟ دي صورة تاني. بس دي تيومر بقى. دي تيومر هاي. ده سوبرا رينال تيومر ده. تمام؟ وهنا سوبرا رينال تيومر اهو. ودي الكدني، بداية ظهور الكدني. ده كورونال سيكشن اهو. شايف السوبرا رينال اهي؟ دي السوبرا رينال. وهنا السوبرا رينال اهي. طبعا اللون الابيض ده مين؟ الرينا الفاشيه. رينا الفاشيه. ها ده تيومر اهو برضو فوق الكدني، ودي الليفت هنا اهي سوبرا رينا الجلال. ونايمه على الكراس اوف دايفرام، ده الليفت كراس اهي وده الرايت كراس اوف دايفرام. الارتيريال سبلاي مش لازم. والفينس برضو كذلك. نيجي بقى على الكدن. الكدن البوزيشن بتاعها فين؟ It lies on the posterior abdominal wall behind the peritoneum. خلف الايه؟ البريتون. On each side of the vertebral column. ده من الصورة. طيب هل في علاقة بين الكدن والربس؟ اه عندنا هنا الرايت كيدني ريليتد لللاست ريب بس، لكن الليفت كيدني عاليه شويه تبقى ريليتد لللاست تو ريبس، لاست 11 و 12. تمام. طيب السايز بتاع الكيدني، طبعا المفروض في اورجنز لازم تبقى حافظ السايز بتاعها عشان لو انلارجد او اتروفايد حصل فيها تضخم او ضمور، لازم تبقى عارف النورمال سايز بتاع الكيدني. نورمال سايز بتاع الكيدني كام؟ 3 في 6 في 12. تمام. 3 اللي هو ايه؟ السكنس سمك، والبريتس العرض 6، والطول بتاعها 12 سم. ده في الايه؟ في الادلت. تمام. طيب في هنا حاجه اسمها رينال هايلم. رينال ايه؟ هايلم. وانا قلت لك هايلم اللي هو البوابه. نعم؟ ما ده الرينج. رينج يعني توصل لو واحد طويل يبقى الكدن طويل يعني؟ ما فيش مشكلة، بس يعني ده رينج. يعني لو زادت سنتي بس، خلي بالك بقى انت بتعرف بقى ان هي لارجد بحاجات تانية. يعني زي ما الاخ بيقول تقيس الاورجنز التانية ماشي، والحاجة التانية هل في باك بريجر مكبرها ولا ما فيش باك بريجر؟ تمام. في اوبستراكشن ولا ما فيش؟ وبعدين السكنس سمك بتاع الكورتكس بتاع السمك الكيدني نفسها. يعني ممكن اللارجد وفيري ثين، يبقى ديت باثولوجي مش نورمال. فبنقول الهايلم اوف ذا كيدني. ايه هو الهايلم؟ اللي هو السايت اوف انترانس اوف رينال ارتري، رينال فين، والرينال بلفس. لو انت مديت ايدك في الهايلم، ايدك تدخل في سبيس في الكيدني، حتى بيظهر في الكورونال سيكشن اللي هو الرينال ساينس بقى. يبقى في حاجه اسمها رينال هايلم ورينال ساينس. ايه هو الهايلم وايه الساينس؟ الهايلم اللي هو الاند سايت اوف انترنس، مكان دخول. لكن الرينال ساينس ات از سبيس انسايد ذا كيدني. سبيس انسايد ايه؟ ذا كيدني. اللي فيه بقى هيتفرع الرينال ارتري والرينال فين، والبلفس هيتقسم الى كاليسز ميجور وماينور كاليسز. كل ده بيبقى داخل الرينال ساينس. هنا في الصوره دي الرينال ساينس ما يبانش. لو انت خدت بقى كورونال سيكشن في الكيدني او اكزيال سيكشن هيبان الرينال ساينس ده. نيجي بقى على الاورجنز الاستراكشر اللي مغطيه الكيدني. اما انت بتشوف الكيدني، هل بتشوفها لوحدها ولا حواليها اورجنز؟ حواليها اورجنز. ايه الاورجن بقى اللي ان فرونت اوف ذا رايت كيدني وان فرونت اوف ذا ليفت كيدني؟ في الصوره اللي قدامك دي. الكيدني فين الاول؟ الرايت. ادي الرايت اهي. قدامها مين ده؟ سكند بارت اوف ذا ديودينا. يبقى مغطي على الانتيريور سيرفس بتاع الكيدني كلوز تو هاي. وعندي الرايت كوليك فليكشر اهو. رايت كوليك ايه؟ فليكشر. وعندي هنا الرايت لوب اوف ذا ليفر. الحته دي
طبعا الجول بلادر لا الرسمه زيها بس الجول بلادر لكن نوت ريليتد للجول بلادر. فالمنطقه دي كلها ريليتد لمين؟ للرايت لوب اوف ذا ليفر وبعدين الرايت سوبرا رينال جلاند. يبقى دي الاورجن اللي مغطيه الرايت كده. يبقى السوبرا رينال سكند بارت اوف ذا ديودينم رايت لوب اوف ذا ليفر رايت كوليك فليكشن. طب بالنسبه للليفت كيدني مين مغطي على الليفت كيدني؟ بودي اوف بنكرياس سبلينيك ارتري ليفت سوبرا رينال جلاند ومن ده؟ سبلين. طب والحته ديت مكشوفه؟ استومك نايمه على الحته دي. يبقى الاستومك بين السوبرا رينال والسبلين والبنكرياس وتحت الليفت كوليك فليكشر ده ريليتد للسبلين لكن الديسندنج كولون هو اللي نايم على مين؟ على الليفت كيدني. طب الحته دي متعريه مكشوفه كده؟ لا ترانسفيرس كولون مور انتيريور لوب اوف ذا ايه؟ ذا جيوجن لوب اوف ذا جيوجن مغطيه على اللور انتيريور بارت اوف ذا ليفت كيدني. خدهم بقى بالمقارنه. يعني ايه خدهم بالمقارنه؟ يعني هنا رايت سوبرا رينال هنا ليفت سوبرا رينال. الاريا اللي تقابل هنا هو ذيس از ذا رايت لوب اوف ذا ليفر يقابلها على الليفت بودو بنكرياس سبلينك ارتري ستومك سبلين. طب هنا رايت كوليك فليكشر هنا ديسندنج كول واللوب اوف ذا ايه؟ اوف ذا جوج. وهنا برضه الحته الصغيره ديت لوب اوف ذا جوج. هنا بقى مين؟ سكند بارت اوف ذا ديودينم. مفيش بقى ديودينم على الليفت ايه؟ على الليفت كده. واضح كده؟ ادي صورة تانية نفس الصورة اللي فاتت. دي صورة تقول لك مين اللي ورا الكيدني. يعني الكيدني نايمة على مين؟ نايمة على الضيفرام. ولذلك بتتحرك مع الريسبيريشن ما تتحركش؟ بتتحرك مع الريسبيريشن لأنها نايمة على الإيه؟ الضيفرام. وريليتد للثري ماسل بتوع البوستير أبدومينال وول الصوص ميجور أهي. والكوادريتاس لامبورم وتاتش بتلامس ترانسفيرسس ابدومينس بس عشان لما تاخد مقطع عند الليفل بتاع الكيدني يبقى الثلاثه ماسل دول هتشوفهم في الاكزيال سيكشن. ادي الليفت كيدني والرايت كيدني اهوت في الصوره. شوف بقى ده الكراس بتاع الضيفرام اهو تمام. شوف الليفت كيدني ريليتد لمين؟ سبلين اهو البودي والبنكرياس وقول سبلينك فين وسبلينك ارتري مش ظاهرين في الايه في السكشن. طب هنا الرايت كيدني ريليتد لمين؟ للليفر اهو والرايت كوليك فليكشن تمام. والسكند بارت اوف ذا ديودين. انا بجيب لك الصوره مجسده بالصور والحاجات دي عشان لما تاخد سكواشن يبقى انت اورينتد بالايه بالكلام اللي احنا بنقوله. يبقى هنا الرايت كيدني ريليتد للسكند بارت اوف ذا ديودينم والرايت كوليك فليكشر والرايت لوب اوف ذا ليفر تمام. وخلفها الرايت كراس اوف دايفرام ده الرايت كراس اوف دايفرام. وهنا الليفت كيدني ريت لسبلين والبودي اوف بنكرياس والليفت كراس اوف دايفرام. ده ام ار اي وده كورونال سيكشن. شاب بقى رينال ساينس الفراغ اللي جوه ده كل ده بنسميه رينال ساينس. وده الكورتكس بتاع الكيدني السكنس بتاع الكيدني. وذيس از ذا سبلين صح؟ سبلين. ودي الرينال فاشيا اللي حوالين الكيدني. لو خدت اكزيال سيكشن انا جايب الصوره دي عشان نشوف الكفرنج بتاع الكيدني. الكيدني لها اربعه كفرنج اربع اغلفه. لو خدتهم من الداخل للخارج اول حاجه رينال كبسول اللي انت شفت الصوره اللي انا حاطط فيها المقاس مقاييس ايه عليها ممبرين بيغطي السطح بتاعها نسميها رينال كبسول. الرينال كبسول شوف صوره ثانيه الرينال كبسول نمره واحد. وبعد كده بري رينال فات بري رينال فات ونمره ثلاثه بري رينال فاشيه بري رينال فاشيا ونمره ثلاثة واربعة بري رينال فاشيا ونمره خمسة بارا رينال فات. يبقى طبقتين دهن وطبقتين فاشيا. فاشيا يعني كونكتيف تيشو تمام. ف
فالكدني مغلفة بأربع أغلفة، الحكمة منها إيه؟ عشان تعمل فيكسيشن، تثبت الكدني في مكانها. طبعا الكدني مثبتة في مكانها بالكفرنج اللي احنا قلناه دول، بالإضافة متعلقة بالاي في سي بالرينال فين، ومتعلقة بالأبدومينال أورطة بالرينال أرتري، ومثبتة بالأورجنز اللي هي ريليتد لها. لذلك اللي يعمل تخسيس مفاجئ بيحصل إيه؟ دروب للكدني تسقط وتعمل توزد كدني. توزد كدني يعني كدني displaced from its normal position. ها ده كورونال سيكشن اهو عشان تشوفها برضو في الايه المقاطع كلها. ده الكدني هيطول الكفرنج، ودي السوبرا رينال جلاند. ارتيريال سبلاي سيبك منه، لكن انا عايزك تشوف هنا ده الابدومينال اورتا اهوت، وده مين؟ ليفت رينال ارتر، وده مين؟ ليفت رينال فين اللي هيفتح في الاي في سي. يبقى الليفت رينال ان فرونت اوف مين؟ اي في سي، سوري ان فرونت اوف ابدومينال اورتا. طب لو لقيته خلف الابدومينال اورتا يبقى نورمال؟ يبقى ابنورمال اهو زي الصوره دي. ده الاي في سي اهوت، وده الليفت رينال فين خلف الابدومينال اورتا، وبنسميه ريترو اورتيك رينال فين. ريترو اورتيك يعني خلف، بس دي ابنورمال، وطبعا معرض ان هو يحصل له كومبريشن تمام، ويعمل اسكيميا في الايه وكونجيشن في الليفت كده. ده النورمال بقى اهو، ده الليفت رينال فين اهو ان فرونت ويفتح في الاي في سي، وده الابدومينال اورتا، وده مين ده نمره خمسة السيبير والميزنتريك. طب ده اللي جنبه ده اهو الفين، سيبير وميزنتريك فين. ها ده الليفت رينال فين، وده الرايت، وده الاي في سي. هنا في الاي في سي في ايه؟ ثرومبس، ثرومبس اللي هي جلطه في الاي في سي. طبعا دي خطيره، لو اتحركت ودخلت الهارت يبقى ممكن تعمل ستوب، تتحرك من الهارت وتدخل على اللنج وتعمل بالمونري امبوليزم والراجل يموت في الحاله دي. طبعا لو هي واخده مساحه كبيره، حجم كبير من البالمونري ارتر. دي الكدني هيت في الاكزيال سيكشن، برضه ريليشن تاني اهو، سبلين والبودو بنكرياس والسبلينك فينا اهو، والسوبرا رينال، والسوبرا رينال والابدومينال اورطا والكورورا اوف دايفرام. ماشي، كل الكلام ده بقى خلاص انتوا عرفتوه. اليوريتر اخر حاجه هنقولها، اليوريتر ادى اليوريتر في الصوره اهو، الكورس بتاع اليوريتر. اليوريتر طبعا طوله كام؟ 25 سم، جزء منه في الابدومن وجزء في البلفس، سميه ابدومينال بارت وبلفيك بارت، ومقسوم بالنص 12 ونص في الابدومن و12 ونص في البلفس. بس تبقى عارف الكورس بتاعه فين عشان لما تيجي تحدده في السي تي في الكورونال سيكشن زي ما الاخ محمد سعيد اظهره، يمشي بالخط كده بالكمبيوتر ويظهره في الايه في الصوره. ادا اليوريتر، لما اقول لك الكورس بتاع اليوريتر تقول لي ثلاث كلمات بالظبط. It descend on the posterior abdominal wall in front of psoas major. يعني انا جراح مثالي لما بجيب اليوريتر بجيب psoas major قلتها عرفتها، هو نايم عليها على طول من غير، لكن لو ما انتش عارف psoas فين مش هتعرف تجيب اليوريتر. حتى بعض الدكاتره في ماسل ان فرونت اوف سوس اسمها سوس ماينور، والتندون بتاعها ابيض لونه زي لون اليوريتر بالضبط، فبيقعد يمشي معاه ويدور على الستون ما يلاقيهاش لانه ماشي غلط. فهو اليوريتر ديسند ان فرونت اوف ذا سوس ميجور ماسل، ادي اول جمله. الجمله الثانيه، يدخل البلفيس ان فرونت اوف بايفوركيشن اوف كومان ايلياك ارتر. دي لاند مارك محدش يتوفل، يعني لو انا عايز افتح على اليوريتر في اللور بارت اجيب البايفوركيشن الاقي اليوريتر نايم قدامها من غير ما اتوه ولا ادور على اي حاجه.
فهو cross the bifurcation of abdominal aorta وديسند اون ذا لاترال بيلفيك وول لغايه الليفل بتاع الاسكال سباين بتاع الهبون وبعد كده دايركتد فورورد وميديالي تو انتر ذا بيز اوف يورينري بلاد. ده الكورس بتاع مين؟ اليوريتر. هل اليومن بتاع اليوريتر في كل الكورس يونيفور ولا في حتت نورمال كونستريكشن؟ في اربع اماكن. أربع أماكن. المكان الأولاني هنجيبه في صورة تانية أهو بلفي يوريتيريك جانكشن يعني نهاية البلفيس وبداية اليوريتر سماها بلفي يوريتيريك. المكان الثاني هو إن كروس ذا كومان إلي. المكان الثالث أت ذا ليفل أوف إسكيال سباين. المكان الرابع باسنج ثرو ذا وول أوف يورينري بلاد. طبعا حوالي 1.5 سم من اليوريتر بيمشي ما بيفتحش دايركت في البلادر ده بيمشي في داخل الوول مسافة 1.5 سم قبل ما يفتح في اليورينري بلادر فبنسمي الحتة دي انتراميورال بارت ودي أضيق جزء في الايه في الأربعة دول يعني واحد عنده ستون هتلاقي الستون واقفة عند واحد من الأربع أماكن دول لو عدت بالبلفيوريتيريك هتلاقي توقف عند البايفوركيشن بتاع الكومان إل لو عدت هتيجي عند الليفل بتاع الإسكال سباين توقف واخر مكان واصعب واضيق مكان هو الانتراميورال بارتي لو عدت خلاص يبقى انتهى الموضوع ده النورمال سايت اوف كونستريكشن اوف ذا يوريتر ده البلفس بتاع اليوريتر اكسباندد بتنفخ ده نورمال وفين الرينال ساينس بقى هنا في الصوره الفراغ ده يعني هنا ده الحته دي اسمها رينال هايلم يدخل بقى في الفراغ دوت يبقى رينال ساينس هيتقسم الى ميجور كيليكس اهو اثنين او ثلاثه ميجور كيليكس وكل ميجور كيليكس يتقسم الى ايه؟ ماينور كاليسيز ماينور كاليسيز جمع كيليكس تمام والماينور كاليكس كيليكس دي فيها البيراميد الايبكس بتاع البيراميد وبتلاقى يعني فيها ثقوب زي خرم الابره بالضبط وتعمل ايه؟ دريبلنج لليورين من الايه؟ من الكدني افتر فلتريشن الكيدني ايت طبعا الكيدني لو انا نسبتها للفرتبرا اوبزيت اني فرتبرا الكيدني لو خدناها من الابر بول لغايه اللور بول سواء رايت او ليفت من تي 12 للامبر 3 يبقى انت لو خدت مقاطع اكزيال سيكشن تي 12 لامبر 1 2 3 هتلاقي في كل السكاشن دي مين الرايت والليفت كده بعد تقل 3 4 ما تلاقيهاش تمام يبقى انت لو ظهرت الكيدني في الاكزيال سيكشن يبقى انت يا تي 12 يا 1 يا 2 يا 3 المره الجايه نعرف بقى اللي تعرف واحد ازاي من 2 من 3 ازاي ها انتوا شايفين هنا كيدني ديت اللي الصوص تمام لا دي الصوص واليوريترا تمام اليوريترا ومين دول 11 الكومان إليك بقى يتقسم اهو الكومان إليك يعني دي الكومان إليك ارتري والفين بتاعه 11 بقى. يبقى انت الوقت عندي كام بص اهو الإليك بون باينه اهي طب وايه اللي 4 ليه؟ طب ما تقولش اللي 5 ليه؟ الكومن اليك فين بيتحدوا مع بعض يدي انفيرفينا كافا عند لمبر 5 يبقى ديت عند ايه؟ عند لمبر 5 هيتحدوا مع بعض يدي انفيرفينا كافا واحد يبقى عند لمبر 5 تمام؟ فديت عند لمبر 5 او تحت كمان يعني ممكن تقول فيرست سيكرال عشان هنا الاليك بون باينه اهي اليك بون باين اهيت ودي الفيفث لمبر فيرتبرا اللي هي نمره واحد ها كيدني واضحه اهيت طبعا بجيبها في بحاول اجيبها في كل الايه؟ اكزيال وكرونال وساجيتال عشان تبقى اورينتد بالصوره المره الجايه ان شاء الله طبعا الحد الجاي اجازه ان شاء الله فيبقى اللي بعده ان شاء الله